يقول إذا كان هناك تلبيس وتدليس على العوام من الناس في بلد الإسلام من قبل مشايخهم كمن يأتون إلى القبور ويقدمون لها القرابين ويدعونها ويستغيثون بها من دون الله، وهؤلاء العامة يضللونهم مشايخهم ويحسنون لهم هذه الأعمال، وكالذين يأتون قبر البدوي أو غيره، هل يعذر هؤلاء العوام بالجهل والتدليس والتلبيس عليهم من قبل مشايخ أم لا؟ مشهور عند معروف عند أهل العلم أن الأمر الذي بعث الله به نبيه لا يعذر فيه أحد بعد نزول القرآن وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعذر في هذا أهل الفترة قبل بعثة. قال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقد بعث الرسول. وإنما يعذر في الأمور الدقيقة الخفية. لكن قال بعض العلماء إن هؤلاء الجهال الذين لبس عليهم وأهل الشرك وعلماء أهل الشرك لبسوا عليهم وغطوا عنهم الحقيقة حتى خفي عليهم الأمر، أنهم يعذرون، أنه لا بد من قيام الحجة عليهم. وبكل حال فهؤلاء الذين يذبحون القبور وينذرون لها ويسألونها قضاء الحاجات تصير الكربات، هؤلاء لا يغسل إذا ماتوا على هذه الحال، لا يغسل ولا يصلى عليهم ولا يدعو عليهم، أمرهم إلى الله، أمرهم إلى الله عز وجل.